فما برشا أولياء متقلقين من بعض العادات والممارسات اللي يقوموا بهم صغيراتهم، ومش فاهمين علاش يعملوا هكاكا ولا كيفاش يخليوهم يبطلوها الممارسات هذه. ومن بين الممارسات والعادات هذه ماكلة الظوافر عند صغيراتنا. إذا كان يهمك الموضوع هذا تبعنا في السكانير. ماكلة الظوافر عند الصغار يرجع لأسباب نفسية كما التوتر النفسي. هذاك علاش يلزم تعرفوا انه ماكلة الظوافر يسبب مشاكل صحية خطيرة كما التهاب في الظفر ويضر زادة السنين والفك، بالإضافة إلى انه يمكن زادة توصل البكتيريا والجراثيم اللي تكون موجودة في اليد وتسبب أمراض خطيرة توصل للجسم بكل سهولة. والأكيد انكم تتسألوا توا كيفاش نجموا نحيوا الصنعة الخايبة هذه لصغارنا. أول حاجة ما يلزمش نضربوا ونصيحوا صغيراتنا باش يبطلوا العادة هذه، على خاطر وقت اللي نضربوهم ونصيحوا عليهم تنجم تزيد تتأزم المشكلة، وإنما نحاولوا ناخذوهم بالسياسة ونشجعوهم باش يبطلوا ماكلة ظوافرهم كما نقولوا لهم هكا نشجعوهم بمكافأة. الحاجة الثانية يلزم نقصوا ظوافر صغيراتنا ديما، وإذا كان ما مشيتش معاك التدابير هذه وقتها يلزم استشارة الطبيب. يخضع وقتها صغيرنا للعلاج النفسي كما العلاج السلوكي، ويتعلم الصغير في العلاج هذا استراتيجية تعاونه على مواجهة التوتر النفسي اللي تخليه ديما ياكل في ظوافره. ماكلة الظوافر عند صغيراتنا كان هو موضوعنا لليوم في السكانير، وانتم إذا كان عندكم موضوع تحبوا نترقوله ما عليكم كان تبعثوهنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الحياة فان.